مشاهدين الأكارم، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج شنو رأيك؟ تطرح القوى السياسية رؤيتها لتشكيل الحكومة القادمة عبر سيناريوهات متعددة، من الأغلبية الوطنية الأبوية إلى التكنوقراط والأغلبية السياسية والتوافق وغيرها. وهنا نسأل، ما الذي تعنيه الأغلبية الوطنية الأبوية؟ وما الذي يحتاجه العراق الآن؟ وهل هي محاولات للخروج من المحاصصة الطائفية والإثنية؟ وهل تعني هذه المصطلحات تغيرا في الأوضاع العامة للعراقيين؟ مشاهدينا، معنا في هذه الحلقة الكاتب والصحفي الأستاذ عامر بدر حسون. أهلا وسهلا بك أستاذ عامر معنا في هذه الحلقة. أهلا وسهلا. أهلا بك ومرحبا. طبعا مشاهدينا الأكارم، يمكنكم متابعتنا من خلال زيارة موقع الحرة عراق وأيضا كافة التطبيقات، وأيضا بإمكانكم متابعتنا من خلال زيارة صفحتنا على الفيسبوك وتويتر، وأيضا بإمكانكم متابعتنا من خلال زيارة موقع ارفعصوتك.com على الانترنت. قبل أن نبدأ وياكم نقاشنا ونستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم، دعونا نتابع هذه الآراء اللي رصدتها كاميرا الحرة. طبعا احنا كشريحه شباب بعازت الحكومه الابويه اللي هي ترعى مصالحنا وترعى طموحنا اللي نطمح به كشباب نجفي، لكن للاسف من وجهه نظري بانه حاليا الحكومه غير ابويه، ويعني وجهه نظري هذا غير ابويه وغير راعيه للمصالح للشاب العراقي. اليوم احنا كعراقيين بحاجه الى حكومه ابويه حقيقيه، لان ما شاء الله كثره الاباء عندنا والأغلبية فاسدة. إذا الأب هو كان فاسد فالبيت أكيد كله راح يكون فاسد، الشعب راح يكون فاسد. الحقيقة كمصطلح الحكومة الأبوية، هو يفترض أن تكون في كل الحكومات الأبوية أن تراعي مصالح الشعب والمصالح القومية وقيم المجتمع وأهدافه وطموحاته وتوجهاته وتحقق آماله وطموحاته. الحكومة الأبوية هي الحكومة التي تصطبغ بصبغة الرعاية أو الرعوية للمجتمع ولأبناء المجتمع. لذلك نحن نطمح أن يكون هذا المصطلح الذي أطلقه السياسيون على تشكيل الحكومة القادمة بالحكومة الأبوية أن تكون حكومة راعية للمجتمع بكل فئاته ومقدمة للخدمات التي يعاني منها أبناء المجتمع. اهلا ومرحبا بكم من جديد مشاهدينا الاكارم وبضيف حلقتنا الاستاذ عامر بدر حسون. استاذ عامر، يعني تابعت الاراء وبالحقيقه الاراء يعني تقول نحن بعازه الى الحكومه الابويه كما ذكر احد الاخوه، وايضا يعني اكو تصور انه هذه الحكومه هي هدفها رعايه مصالح العراقيين ومصالح الناس. اكو وثيقه بالحقيقه نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية، يعني تكشف عن توقيع يعني اتفاق بين الوطنية والحكمة والتيار الصدري بشأن حكومة اسمها الأغلبية الوطنية الأبوية. شنو هذه وشلون تعلق على هذه الآراء؟ يعني هذه ظروف لو مرتاحين واحد يقعد ينكت ويلطم على رأسه وكل شيء يسوي. ليش؟ لأنه كلمة الحكومة الأبوية بعلم السياسة هي شتيمة بذيئة. ها، لم ترد كلمة حكومة أبوية عبر التاريخ إلا وهي مقترنة بالإجرام بالاستبداد بفعل كل شيء. وإحنا الحكومات اللي سبقت 2003 كانت كلها تفكر بطريقة الأبوية. الأب اللي يسمح لنفسه يقتل أبنائه، ينفيهم، يعذبهم، أو يزعم مثل الطبيب أنه أقطع هذا الجزء حتى يعيش الجزء الآخر. لذلك كان الاستبداد اللي نعيشه بدون حدود. من زمان من زمان تماما كلمة الحكومة الأبوية لغت من المصطلح السياسي لتوصيفها كواقع، صارت هذه عبارة عن صفة شتيمة. هي عند الحكومات الدكتاتورية المتجبرة والمرتبطة أحيانا بالدين. أي فلكن احنا يعني هنا ليش الناس يقولون احنا يعني بحاجة إلى يعني إذا صار إحنا نفسنا إذا صار إحنا نفسنا إحنا أفكارنا ثقافتنا في حالة بؤس. ليش؟ لأن إحنا حطام نظام دكتاتوري، حطام شعب، ثقافتنا محط هذا الحطام من دكتاتورية مديدة، من سنوات اضطراب
مديدة هاي 15 سنة مضطربة، أبواب الحرية مفتوحة فتخلي الناس في قلق. سنوات الحصار أيضا تركت أضعفت اهتمام الناس بالثقافة، فسادت المفاهيم الأكثر تخلفا. الأبوية ممارسة في المجتمع العراقي بالمناسبة، شيخ العشيرة يعتبر الأب. طيب راح واستبدل برئيس الحزب ورئيس الطائفة، صار هو الأب. لكن أنا أريد أذكر يعني دائما في مأزق منها النوع، هناك مثل أفريقي يقول إذا طلعت وضعت بالغابة فتذكر منين أجيت. طيب إحنا لازم نتذكر منين أجينا. الحكومة أي حكومة في العالم هي الأسوأ سمعة، وهي بحاجة إلى رقابة وسوء ظن دائما. لم يستقم حال بلد بالعالم إلا بالنظر للحكومة بهاي الصفة. طيب. وليس بصفة الأب والحباب نعم. خلينا نسمع محمد من بغداد شو يقول. محمد فضل. مساء الخير، شكرا جزيلا لك الضيف الكريم. مساء النور. لا أعرف هذه المصطلحات أهلا بي. التي لم ينزل الله بها من سلطان، حكومة أبوية ومعجون الطماطة عفوا معجون المحبة والتجانس وإلى آخره. أريد أسأل سؤال واحد فقط ألا وهو إلى أي أب ننتمي نحن العراقيون؟ لأنه يوجد لدينا أكثر من أب مع الأسف الشديد. وشكرا جزيلا. نعم شكرا. شكرا عيني محمد. عود الخفاجي من الناصرية تفضل. عيني عود. السلام عليكم استاذ. عليكم السلام، اهلا بك. هي كلمه من المحاصصه نفس الشيء، ماكو فرق بين الابويه والمحاصصه. هي تجمع الكل، ما تجمع الكل فهي محاصصه بين الاحزاب الفائزه كما كان سابقا. لا فرق بين الحكومه الابويه والحكومه المحاصصه السابقه. زين لعد شنو الهدف عودة؟ يعني إذا ماكو فرق بينها وبين المحاصصة يعني شنو الفرق من إطلاقها؟ يعني ما الهدف من إطلاقها؟ وشنو الفرق؟ تجويل كلمات مجرد للشعب العراقي لإقناع الشعب العراقي بأن هذه الحكومة ليس كسابقاتها وأنها حكومة وطنية وكذا لا أكثر ولا أقل، وإنما هي نفسها حكومة المحاصصة. نعم شكرا عيني عودة. أبو حسين من الكوت. أبو حسين تفضل خلينا نسمع رأيك. والله هي ما أصير شعر العراق مصير أبد أي مصير. ليش ما تصير شعر العراق؟ شو السبب؟ ها؟ ليش ما تصير شعر العراق؟ المحاصصة أي بس إحنا أملنا بس بالقضاء العراقي بس القضاء بشوي إيه. نعم طيب شكرا يعني ابو حسين. ابو زيد من البصره تفضل. ابو زيد الو استاذ ازمر الله يساعدك. اهلا بك عيني ومرحبا استاذ ازمر. احنا بغض النظر عن الشعار السياسي الحكومات الابويه موجوده وملاصقه ان عندك الله يرحمه الشيخ عمان قابوس، عندك الشيخ زايد، عندك امير الكويت، عندك هاي دول الخليج، خلينا نتعلم من عندهم. هسه احنا عسى او لعن هسه هذول يمنا حكومات ابويه. هذه انظمه ملكيه ابو. نعم يعني ملكيه، نظام ملكي. ابو زيد يبدو انقطع الاتصال ويا ابو زيد من البصره. ارجع لك استاذ عامر، اريد اسمع منك تعليق على ما ذكره الاخوه. هو اي يعني محمد يقول احنا وين نسير يعني لوجود اكثر من اب، يعني هذا تساؤله. اي سمعت انا وهذا فعلا يخلينا نفكر شنو نوع الثقافه السياسيه السائده عندنا. هسه انا الاخوه اللي حكوا بالبدايه بالتقرير واللي دا يتصلون الان، نعم كلمة الحكومة الأبوية هو مصطلح سياسي، مثل ما تقول النظام الدكتاتوري، النظام الرأسمالي، النظام الجمهوري، النظام الملكي. طيب. ما إلها معاني حلوة إحنا نعطيها. بس أقول لك ثقافتنا العربية مصابة بقبول الشيء وتبديل اسمه. يعني العرب قديما حياتهم جافة بالصحراء، الصحراء يسموها مفازة، هي كل شيء ما بيها رمل وشمس وأفاعي وذئاب، بس يسموها مفازة.
الأعمى خطية يسموه الكريم العين، الملدوغ من أفعى يسموه السليم. هذه حتى بالعصر الحديث الأنظمة اللي كانت تحمل اسم الديمقراطي، اليمن الديمقراطي أو ما أعرف أي شيء، هي أنظمة أيضا تحاول أن تغطي بالكلمات على الواقع. الحكومة الأبوية كمصطلح تعني سيطرة الرجل على المرأة سيطرة كاملة، وسيطرة الكبير على الصغير سيطرة كاملة، وسيطرة من يملك على من لا يملك سيطرة كاملة، وسيطرة القوي على الضعيف سيطرة كاملة. فهذه كمصطلح هذا كارثي. كلمة حكومة أبوية هي فضيحة، لازم يعني وسائل الإعلام تنور الجمهور بهذا الشيء. عفوا حتى لا أبدو، إذا كانت هي زلة لسان فهاي زلة اللسان من راح وقعوا على الوثيقة اللي تفضلت بالإشارة إلها، الحكمة والوطنية. الحكمة قد تنتمي إلى نفس الأجواء الدينية، لكن ماذا أقول عن الوطنية؟ الدكتور أياد علاوي رجل علماني قومي، طبعا هذه يعني احنا فلازم يعني شلون أبوية؟ هذه منشورة على صفحات التواصل الاجتماعي، واحنا يعني لا هي الوثيقة كانت موجودة وأنا استخدمتها أيضا في ما قدرنا نتأكد منها بشكل كامل، لكن البعض يرى اليوم وهو ما مطروح يعني حج كان اكو حديث عن تكنوقراط يعني لمعالجه عيوب او الوضع عيوب الوضع القائم يعني، وايضا اغلبيه سياسيه البعض طرح والبعض طرح اغلبيه توافقيه، يعني شنو الهدف هذه للاستهلاك الاعلامي يعني لو شنو؟ لا ارجع لي، الاعمى تسميه كريم والصحراء تسميها مفازه، هذه اسماء وهميه. كلمه حكومه تكنوقراط لا وجود لها، لا وجود لها في عالم السياسة. التكنوقراط ما يكون أجيب وزراء ورئيس وزراء تكنوقراط. عندي الطاقم الإداري في الدولة هو طاقم متخصص تكنوقراط، لكن لما يجي الوزير يجي الوزير بصفة سياسية. اللي حاصل معنا أن الوزير أجيبه وأقول عليه تكنوقراط وهو ليس كذلك، ويجيبه يا أبناء طائفته أبناء قوميته أبناء حزبه، وبس حطين بدلنا اسمه هو نفس الوزير. وشوف احنا جبنا كم وزير قلنا عليهم تكنوقراط طلعوا نفس المشكلة نفس المحنة. فلا توجد في العراق كلمة اسمها حكومة تكنوقراط، خلي نشيلها من بالنا. بس تدري السياسيين يحاولون يسيطرون على مشاعر الناس، وكل ما كانت الأفكار مبهمة الناس يميلون لها أكثر. أنا أريد أقول لهم الشعب العراقي يكره كلمة محاصصة، هي كلمة المحاصصة الأكثر واقعية في نظام الحكم البرلماني، هاي ما يقبلوها. واللي يعني كانت اسمها كما يعني شتيمة يرددوها كلمة شتيمة المحاصصة. لكن أنا هسه لو أرشح نفسي، وأيضا يقولون توافق، يعني هي حكومة توافق. أنا عندي 40، يعني شنو التوافق تجميل؟ أنا عندي 40 مقعد، أحتاج إلى 165 مقعد حتى أشكل حكومة. منين أجيبها؟ أروح على الكردي، أروح على الشيعي، أروح على السني، أروح على هذا على ذاك حتى أجيب الحد الأدنى اللي هو 165 صوت يوافق على الحكومة. حتى تتشكل اعتيادي راح تطلع عد النتيجة خلطة بين شيعية سنية كردية تركمانية قليات الكوتل مدري شنو هي هذه. فإحنا قاعدين نصيح يعني شنو محاصصة؟ شنو محاصصة؟ أنا أفهم هاي الأحزاب كانت تمارس سياسة رديئة جداً وسيئة في الاستيلاء على الامتيازات الحكم وليس على شيء آخر. زين هذه طرح هذه الاصطلاحات يعني هل هي محاولة للخروج من المحاصصة؟ يعني أريد أسألك يعني أغلبية وطنية وغير، بس أستمع منك الإجابة، وأيضا نبقى ياكم مشاهدينا وراجعي لكم بعد هذا الفاصل. أهلا ومرحبا بكم من جديد مشاهدين الأكارم، وبضيف حلقتنا الأستاذ عامر بدر حسون الكاتب والصحفي. أستاذ عامر، قبل الفاصل كنت حضرتك تحكي على المحاصصة، وأنا سألتك يعني اليوم واليوم يعني بالحقيقة منذ سنوات القوى السياسية تطرح مصطلحات
يبدو يعني أو يفهم الغرض منها وكأنها محاولة للخروج من المحاصصة. هو فعلا أكو محاولة للخروج من المحاصصة العراقية؟ لا. أنا بالمناسبة كلمة محاصصة أكو تلميح لها بالدستور في سياق واحد محدد. نعم. في تشكيل الأجهزة الأمنية والعسكرية. نعم. تمت الدستور يدعو. نعم. إلى مراعاة التنوع والاختلاف اللي موجود بالمناطق العراقية وبالشعب العراقي. نعم. يعني ما تقدر تسوي. نعم. الجيش كله كردي كله شيعي كله سني. نعم. لازم تراعي هاي الأشياء. نعم. النظرة اللي سائدة عندنا بالسلطة بالعد هاي الأحزاب إنه الحكومة غنيمة. فاللي يروح مثلا تدري هاي المقاعد كل 6 مقاعد يمكن تجيب وزارة. نعم. فهنا تبدو الشغلة. هذا الوزير يروح ياخذ ويا طاقم الطائفة أو القومية أو العشيرة ويدخل لهاي الوزارة يصفيها ويغلقها مثل كأنه قلعة خاصة به. هذا تخلف. هذا خيانة لفكرة التمثيل الشعبي لفكرة كل شيء. فهو حقه أنه حزبه فاز لازم يأخذ هاي الوزيرة الوزارة أو تلك، لكنه عند التطبيق دي يسويها قلعة مغلقة إلى والغيرة. تعرف الآن هاي الوزارة شيعية، هاي الوزارة سنية، هاي كردية. هذا لازم احنا نطلع منه. الحقيقة امام هذا الجو احنا خلينا نحول المشكلة الى حل. نعم. هاي المصطلحات كلها تدوخ العراقيين اكثر مما تدليهم على شيء. ليش ما نفكر بالحكومة الالكترونية؟ زين ذات التعبير المحدد والواضح والآليات الواضحة بدل اللجوء إلى هذا الكلام الفارغ اللي متعودين زي. الإعلام والسياسة يرددوه عن محاصصة وغيره. الحكومة الإلكترونية هو خيار عالمي زين استخدم للقضاء على الورقيات للقضاء على 90% من العمليات اللي تعني الاحتكاك بالموظف وغيره. نعم. للقضاء على الفساد بأفضل طريقة كاملة إلى آلية. وأتمنى فد يوم يعني زين. يشرح راح هذا راح شوي نحكي عليها الحكومة الإلكترونية ايه؟ لأنه الحل للعراق في ظل هذا الوضع ما ينفع لنا إلا هذه. راح نرجع شوي نحكي عليها بشكل أكثر مفصل يعني ما دعيت إلى أستاذ عامر، لكن عندنا اتصال من أبو عمار من بابل وبعد أم علي من بغداد. أبو عمار تفضل. راتي الله يساعدك، شلونك هذا؟ تحياتي. أهلا بك عيني ومرحبا. شكرا لك. شكرا. العفو. هو هذا الموضوع اللي تحدثون عنه حكومة هاي مصطلحات بائدة. أنا أعتقد يعني هي شبيهة بالنظم الدكتاتورية. الحكومة الأبوية كانت تطلق في زمن النظام السابق، ومثل ما تحدث الأخ هو التسمية الحقيقية للبرنامج أو للحكومة هي تسمية الحكومة الإلكترونية. هذا يتناسب مع العصر، يتناسب مع رؤى الحكومة إذا كانت تكون تريد شفافة وتعمل على نظام الحوكمة حتى المواطن يعرف وين يتجه ويقدر يوصل للمسؤول عن طريق الحكومة الإلكترونية، وعلاقته بالدولة تزداد أكثر بهذه الطرق الوسائل الحديثة المتطورة وهي التقنيات الموجودة في هذا العصر. نتمنى أنه نخرج من هذه التسميات. هذه التسميات أعتقد هي شبيهة بالنظم الدكتاتورية. كان يطلقها الدكتاتورية دائما ودي احنا نعرف على مستوى الدكتاتورية القائد وغيره. نعم. شكرا أبو عمار. أم علي من بغداد. أم علي تفضلي نسمع رأيك. ألو السلام عليكم. ألو. عليكم السلام، أهلا بيك ومرحبا. تحية لحضرتك أستاذ أزمر. طبعا أكو نقطة. النقطة الأولى أنا برأيي ماكو مخرج الأزمة، رح نرجع للمحاصصة بغض النظر عن المصطلحات وغيرها وصراع الكراسي والامتيازات. النقطة الثانية الحكومة الإلكترونية اللي تحدث عنها كريم ما مو بالضرورة يوصل المواطن للمسؤول، ومو الحل هي الموظف المعني بوزارة معينة قد يمسح الإيميل اللي يجي أو يمسح الرسالة اللي تجي أو يحجبها أو يسوي سبام وما يخليها توصل للمسؤول، وهذه صايرة عندنا بالوزارات.
يعني أنا عدة شهور رفعت الكهرباء الوزير. هاي مو حكومة إلكترونية. واعتبروها سبام. عفوا بس حتى لا تقدم معلومه خاطئه. ام علي زين خلينا نسمع وجهه نظرها وبعدين ناخذ منها. لا تقدم معلومه خطا. هؤلاء زجوا نفسهم بالسياسه وما يعرفون ابجديات السياسه والقانون. طيب فمو بالضروره هي شكرا الالكترونيه هذه. نعم أم علي أنا أشكرك وأعتذر لضيق الوقت ولوجود اتصالات أخرى أستاذ راح أرجع لك على تعليقكم علي. لا بس أوضح للمشاهد. نعم. الحكومة الإلكترونية لا تعني أني أكتب إيميل لموظف وممكن يمحي أو لا. طيب ما إلها علاقة بهاي الأفكار. الحكومة الإلكترونية شيء آخر، هي السيطرة على كل شيء ووصول أي شيء لأي مكان. طيب علي الغانمي من الديوانية. علي تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا بك. تحية لك وضيفك الكريم. شكرا. عفوا أحب أبين بس قضية واحدة، أنه اختلاف هذه المصطلحات. نعم. من حكومة أبوية إلى حكومة فضاء وطني، إذا التحالفات يعني عابرة للطائفية وعابرة للقومية وغيرها وغيرها، كانت كلها يعني هذه الوعود الانتخابية السابقة كلها تعكس شيء واحد، أن المحاصصة الحزبية والفئوية والطائفية باقية. نفس هؤلاء الذين يطلقون مثل هكذا تسميات. زين شلون ممكن الخروج من المحاصصة الطائفية والحزبية؟ حكومة ضمن الفضاء الوطني والتقنقراط السياسي غيرها، تجدهم يعني يدخلون في تناقضات، يعني خصوصا يعني زعيم ائتلاف سائرون، يعني عندما تحالف السيد العبادي مع قائمة الفتح قبل الانتخابات قال أعزي الشعب العراقي وأتعجب كل العجب من السيد العبادي على هذا التحالف الذي سيثبت الفساد، ولكن قبل فترة نرى بعض هذا الكلام. إذن كيف يناقضون أنفسهم وينعتون كل ينعت الآخر بالفساد والطائفية والتحزبية وهم يخوضون في نفس هذا المضمار؟ ولا أتوقع أن يكون هناك حل، بل سنرجع إلى نفس المربع الأول وهي حكومة الطائفية التي لم يحصل منها الشعب العراقي سوى. علي أنا مضطر أشكرك لوجود اتصالات أخرى وأعتذر منك داخل راضي من ذي قار داخل. تفضل نسمع رأيك وأرجو الآراء تكون باختصار من فضلكم. يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. تحية لك وإلى ضيفك الكريم. يا أخي هناك من ينعت كل ما موجود بالمحاصصة وهم يعني يطبقونها، حتى المؤسسات الدينية، حتى المؤسسة الدينية هي من تنعت الحكم بالمحاصصة وهي التي تطبق المحاصصة في كل الأضرحة، ابتداء من سامراء مرورا بالكاظمية وكربلاء وحتى مدينة النجف، هي بيد كل مرتب بيد مؤسسة دينية، ووصلت حتى إلى صلاة الجماعة مع الأسف الشديد. نحن بحاجة إلى حكومة أمومية وليس حكومة أبوية. شكرا جزيلا. أمومية. أمومية؟ إيه بها حنية حقيقية. الآباء قصاص. طيب. أبو حسين من بغداد تفضل. أبو حسين السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا بك عيني. وعليكم أهلا بك وبضيفك الكريم. عفوا ذكر الأستاذ الضيف. شكرا. نلجأ إلى الحكومة الإلكترونية. صراحة احنا اما ان نبدا من اين انتهى العالم وين وصل العالم، او نبدا من اين انتهينا بال 2003. 2003 صدام حسين كان يحكم البلد بقرارات وليس بقوانين. قرار نفذه نجح سنه سنتين سوى قانون. فاحنا المفروض نشتغل على قرارات سريعه، لا تروح للبرلمان ولا تصعد يعني مجلس الوزراء يبث قرار يطبق يعني غصبا عن انف الجميع. ابو حسين المثال الجمارك، نبدا من اجازه الاستيراد. ابو حسين يعني القوانين موجوده، العمله تنباع بالمزاد، البلد ينباع بالمزاد استاذي العزيز، عملتنا تنباع بالمزاد. لا العمله تنباع، عفوا العمله تنباع بالمزاد اجراء اقتصادي قانوني. نعم. مو البلد ينباع علنا تباع العمله، اجراء قانوني. انت القانون
عملتنا بدها تتهرب عملتنا حتى لا نطلع استاذ عامر حتى لا نروح على المزاد وهذه قصه اخرى يعني ما يصير يعني انا من اجي احكي على مزاد العمله لازم اكون خبير مالي ومختص واعرف بهاي الامور اكيد هذا خارج موضوع حلقتنا تفضل ابو حسين باختصار من فضلك ما مختلف وياك استاذي الو تفضل كمل اسف بس نتوضح يعني هذه كلام احنا ما نقدر نحسن الاتصال بالاخ ابو حسين ابو حسين شو يقول بالبدايه يقول احنا لو نبدي من حيث انتهى العالم اي ابو حسين اوكي خلينا يبدو فقدنا الاخ ابو حسين لا مو اني هذه عندي حساسيه لو نبدي من حيث انتهى العالم عندي حساسيه مفرطه انتهى العالم الى الحكومه الالكترونيه وتعميقها بالحياه اما هو الكلام اللي قدمه انه حكومه صدام حسين نرجع لها حكومه القرارات اللي كل يوم يطلع بقرار الحرب كانت قرار وليس قانون الحرب 8 سنوات حرب بأخذت لنا مليون وراح للكويت وراح مدري وين وقلب الدنيا وهذه المقابر الجماعية كانت كلها قرارات لو كان أكو دستور أكو قانون ما كان إعلان الحرب ممكن الآن إذا أي حكومة عراقية من اللي تحكمنا تريد تعلن حالة الطوارئ يحتاج لها موافقة رئاسة البرلمان والنواب ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ولفترة محددة تأخذ شهر واحد لكن هو الثقافة السياسية اللي عندنا هي ثقافة العبودية أنا أسميها تريد أب يجي يتولى كل شيء وهو يسوقنا إحنا وهو لسنا يضع الحلول يعني لا إحنا لسنا قطيعا لأن كلمة الحكومة الأبوية تحكي عن قطيع عن ناس ضعفاء يراد واحد يجي يقودهم هاي نشيلها من بالنا أنا عندي فكرة بين ما يتصلون المشاهدين يعتبروني متصل المحاصصة ليست شتيمة إلا في الثقافة السياسية السائدة عندنا شرحت المحاصصة هذا كردي هذا شيعي هذا سني هذا ما أعرف شنو جابوا أصوات أصحاب الأصوات لازم يتفقون حتى تصير حكومة هذه كل الأنظمة البرلمانية الديمقراطية بالعالم تمشي بهالطريقة عيب برلماننا ما حد يحب يكون بالمعارضة هاي قصة من مآسينا لأنه الوزارة غنيمة يأخذوها داخل راضي يقول حكومة أمومية أمومية وأنا بالمناسبة وصلتني هواي ملاحظات فعلا الناس لأنه صورة الأب كريهة بعلم النفس وبعلم الاجتماع صورة الأب يعني يمثل السلطة المستبدة مو هذا إحنا الأب. طبعا قبل أيام كان مو الآباء عيد الأب كان عيد الأب لا بس دائما كلمة الأب هي تعبير عن السلطة المستبدة يعني هذه صورة الأب حتى بالأدب الشرقي الأدب الشرقي لا حتى بالأدب السياسي الأب القائد كان يطلقوها على البكر الأب القائد وأحيانا عندنا آباء أصغر من أبنائهم يعني مرينا بحالات من هالنوع الأب مالك يكون أصغر من ابنك الحقيقة العراقيين لازم يعتز كل واحد منهم أنه لا أب عندي إلا أبي كل واحد يقول ما عندي أب غير أبويا الحكومة مو ابن مو أبويا ولا أمي الحكومة خادمتي حسب الدستور خادمتي والحكومة ليست موضع ثقة عند الشعب أبو عمار حكى عن الحوكمة لازم ما يكون عندها الحكومة فرصة أن تتصرف كأنها موضع ثقة الحكومات في العالم دائما هي موضع شك ويجب أن تلاحق ولذلك هناك برلمان هناك إعلام نعم أوكي. طيب ابقوا ويانا رح نرجع ونرجع معاكم مشاهدينا لكن بعد هذه الوقفة اهلا ومرحبا بكم من جديد مشاهدينا وبضيف حلقتنا الكاتب والصحفي الاستاذ عامر بدر حسون استاذ عامر هنا يعني في اطار الحديث يعني عن تشكيل الحكومه وتشكيل التحالفات هنا وين دور البرنامج زيد شنو اهميه البرنامج على الرغم انه الحكومات المتعاقبه بالحقيقه كان عندها برامج لكن عمليا وين يعني وين انتهى الامر بهذه البرامج هو شوف أكو حجم تحديات صار إذا افترضنا أكو برامج ما أكو برامج بس أكو مطالب لازم نشوف الخطوة الأولى منين تبدي أنا الحكومة القادمة أول مهمة إلها هو نزع سلاح
القوات خارج الدولة، سميها ميليشيات سميها ما أدري شنو، أي سلاح خارج الدولة هو المهمة رقم واحد للحكومة. يعني هذا ترتيب الأولويات، مو أني أقترحها، الحياة تقترح هذا الشيء. بوجود السلاح لا وجود للقانون، لا يمكن أن تتقدم خطوات أخرى بوجود السلاح. حتى الآن الكل القوى مدى تحكي بهالموضوع، لأنه دائما يحتاجون إلى حلفاء، وحتى التحالفات اللي أعلنت الآن هي غير ذات أهمية، لأنها تشبه قراءة الفاتحة بالزواج أو بالأفلام، هي لا تعني عقد زواج، لا يعني هذا الاتفاق نهائي، يعني نهائي لأنه هي أصلا النتائج ما مصادق عليه الحد، ما مصادق عليها، ورح يكون عندنا بحدود شهر ونص أو شهرين بين ما ينتهون من العد والفرز اليدوي. وهذه فرصة للتأمل، كل من راح يقلب حلفائه ويقلب كل شيء، فما عندك شيء أنت يعني عاجل وكذا، فراح نشوف انقلابات كثيرة. وإذا تذكر في يوم ما أنا كنت ضيفك هنا وقلت الحكومة القادمة راح تكون عندنا تشكيلها أمر في غاية المتعة، يومية أكو اتفاق شكل، يومية أكو عنوان جديد راح يسيطر على وإلا عمليا كل شيء ما يقدرون يسوون الآن، ينتظرون نتائج العد والفرز. راح أرجع لك ونرجع أيضا المشاهدين واتصالاتهم، لكن نقرأ بعض الآراء اللي وردتنا وتعليقاتكم على صفحتنا. بالحقيقة أسامة الكردي يقول حكومة أبوية، يعني هاي المرة يخدعونا بطريقة أخرى واللي هي تحت اسم الأبوية عفوا، وكثير من الألاعيب السياسية. يوسف آل وادي يقول يجب إنهاء وجود الميليشيات المسلحة حتى يشعر العراقي أن هناك حكومة قادرة على حمايته. جواد أبو علاء آل غليم يقول العراق يحتاج إلى حكومة خدمية، ولا بأس أن تكون أبوية، لأن الأبوية معناها مسؤولة عن كل عراقي بعيد عن المذهب والعرق، وهذا ما يأمله العراقيون، أن تكون حكومة تقدم الخدمات بما فيها الكهرباء والماء الصالح للشرب وبناء مدارس ومستشفيات وتقديم حياة كريمة إلى الشعب العراقي. عندنا أبو عبد الله الشمري من بغداد اتصال. أبو عبد الله تفضل. السلام عليكم. طال عمرك. عليكم السلام، أهلا بك. سلام. أنا أشكركم على هذا البرنامج الراقي ومشاهديكم الراقيين، والمضيف عندكم الراقي أيضا، وأشكركم على هذا البرنامج. الله يحفظك. يعني يشكي صدور، وأحب أدخل مداخلة قصيرة، ما أحب أطول عليكم. نعم تفضل أستاذ أبو عبد الله. إحنا هذه الحكومات بدون مسميات، إحنا بالنسبة لنا شبعنا من عندها، حكومة أبوية أو حكومة أخوية أو حكومة والدية أو حكومة أمهاتية، إحنا عانينا ما عانينا من بداية 2003 صار الغزو الأمريكي علينا بحجة أسلحة الدمار الشامل، بس للأسف ما لقوا أسلحة دمار شامل، هم جابونا أسلحة دمار شامل. كل ساعة يطلع واحد أي سياسي يحكي له قرار سياسي أو هيج قرار سياسي، تنفجر هنا قنبلة، ينفجر هنا سيارة مفخخة، تنفجر هنا. عمي خلصونه خلصونه، هاي حكومة هاي لا سياسي النبي حظ ولا الحكومة مالت نبي حظ، احنا نريد حكومة رئاسية، حكومة رئاسة الجمهورية وبس، فضونا من هالمشاكل يا رحم صحاتكم. هذا يعني رئيس ونخلص من السالفة على قولتك، يعني ما تتراجع، هذا هذا رأيك؟ راح نقول لك شنو رئاسية، لأنه طيب نقول لك من هسه رئيسك منه. يبدو فقدنا عفوا قبل أن نرجع عدنا نرجع على الرئاسية. عبد الكريم رياض، عدنا عبد الكريم تفضل. نعم. من بغداد تفضل عبد الكريم. تفضل. تفضل. أشكر قناة الحرة وضيفك. شكرا لك المحترم. شكرا لك. احنا البدايه عندنا اسمعني من التليفون عبد الكريم، لحد هذا اليوم نعم نعم لحد هذا اليوم من النظام الملكي لحد الان هي نعم 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 اسمعني نسمع. نعم نعم إيه. أنت طبعا للأسف عبد الكريم معلي صوت التلفزيون، اسمعونا من فضلكم من التليفون فقط ولا تعلون صوت التلفزيون. حسين من ذي قار تفضل. حسين ذي قار. حسين إيه حسين تفضل. بالنسبة للحكومة
بالنسبة للحكومة نأمل أن تكون أول شعارتها هو مكافحة الفساد الفعلي، مو أن نضرب بيد من حديد وما شفنا كل حديدة ولا شفنا حتى سيمة طلعت. صح لو غلط هذا الكلام؟ أنتم قاعدين أنت وضيوفك، إحنا مشاكلنا الفساد، لا نخلص من الميليشيات ولا نخلص من السلاح ولا نخلص إذا موجود الفساد، لأن كل شيء علاجه كل هاي المهازل اللي يصير جاي بالدولة سببها ضعف الدولة وإضعاف الدولة المقصود، يعني حتى القانون ينتهي السيطرة الميليشيات أو يعني هاي الناس المستفيدة كلها. إحنا بحياتنا ما شفنا أحزاب سياسية كلها مستفيدة وكلهم يطلعون على التلفزيون يقولون إحنا مشتركين بالكيكة والكعكة وتقاسمناها، هذا شاهد على نفسه بالفساد. يعني شلون الحكومة مساعدة؟ طيب نعم، شكرا أخي حسين، هذه نقطة مهمة أيضا حجيت عنها جنابك عن قضية الفساد. أبو محمد من بغداد، أبو محمد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. رجاء بس أنا أريد شوية أفتهم من البرلمان رواتبهم حسبها أحد البرلمانيين صرفياته 60 مليون شهريا، هم وحماياتهم وفلوسهم وترتيباتهم وكل ما يتعلق بهم حسبها أحد البرلمانيين 60 مليون شهريا، في الوقت اللي موظف 200 دينار بعقد ما يعطون هي 200 دينار، وهذا ياخذ 60 مليون و 300 واحد ودكتور طبيب يداوم 24 ساعة ياخذ مليون بالشهر. زين. وذولا كلهم لا شهادة لا شهيدة، مثلا احنا الجمهور يقول اخذت مليار وما حد شوار. هذا مو فرهود، هذا مو نهب للدولة، مو نهب للشعب، يعني المسؤولين هناك ما يقولون. ابو محمد حتى لا نطلع بعيد يعني ونروح لنحكي على يعني قضية البرلمان وهي قصة أخرى يعني ربما نخصص لها حلقة. أرجع لك على ما ذكره أبو عبد الله الشمري، يقول يعني حكومة رئاسية ونخلص من القصة. أي من يقولها لازم يعرف شنو اللي راح ينتظره. هل يريد، هل هو يحلم بصدام آخر مثلا؟ إحنا شعب صرنا بشكل علني عندنا شيعة وعندنا سنة وعندنا أكراد وعندنا تركمان وعندنا مسيحيين وعندنا كل هاي الخلطات، والشيعة مو قماشة واحدة والسنة مو قماشة واحدة والكرد مو قماشة واحدة، كلهم مختلفين بألوان مختلفة. أعطيك مثال، إذا تريد حكومة رئاسية من جاب أعلى الأصوات بهاي الانتخابات؟ السيد نور المالكي جاب أعلى الأصوات كفرد بمسافة بعيدة عن الشخص الثاني والثالث. مستعد أنت يكون عندك رئيس وزراء شيعي وتنتظر الدورة الثانية ويصير رئيس وزراء شيعي والثالثة والرابعة يعني هو شلون الإنسان يفكر ويتحدث بدون معرفة الشيء؟ آسف يعني أنا من أقول رئاسي لازم أعرف هذا راح يجيني فد يوم رئيس كردي، راح يجيني فد أكو مكان للسنة، أكو مكان للشيعة مختلفين، لو راح اعتمد اقضي حياتي بلون واحد. طيب. لا عوده للدكتاتوريه، هو النظام الرئاسي لا ينفع للبلدان ذات التنوع القومي والطائفي وخصوصا اللي شهدت صراعات من هذا النوع. يعني يبدو يعني وجهه نظر ابو عبد الله لها علاقه باداء السلطه التشريعيه اللي هي يفترض بالاساس سلطه رقابيه، اللي حكى عنها حسين من ذي قار، حكى عن قضيه مكافحه الفساد يعني اللي هو هذا الدور اللي يعني ما كان دور بالمستوى يبدو المطلوب خلال السنوات الماضية. أي شوف، مكافحة الفساد لن تقوم به الحكومة، لأنه هاي الأحزاب تعتبر كلها عرب كرد شيعة سنة مدري شنو، كلهم يعتبرون الدولة غنيمة لهم من جانب عقائدي وسياسي ومبرر. قلت لك اللي ياخذ وزارة بست مقاعد أو بأربعة يروح يعتبر عقود الوزارة إله، فرص التعيينات إله، فهذا هو الخطأ.
لذلك ينبغي أن نخرج من هذه الدوامة إلى عالم أكثر رحابة اللي اسمه الحكومة الإلكترونية. وكل ما قرينا وعرفنا شنو الحكومة الإلكترونية، يعني هذا شرح يسوي مستقبلنا ها؟ شرح تسوي الحكومة الإلكترونية. الحكومة الإلكترونية أنه أنا بعد ما عندي علاقة بالموظف مال الدولة، لا يقدر يبتزني ولا يقدر شو اسمه، وماكو واحد يوصل أو ما يوصل. هذه الحكومة المركزية هنا، خلي نقول دائرة الحكومة الإلكترونية، هنا الحكومة، هنا المواطن، هنا الأحزاب، هنا البرلمان، هنا يعني قصدي ماكو إمكانية لأحد أن يحجب عن أحد. بس هي أكو مشكلة بالتعاقدات الكبرى أستاذ. أي حتى بهذه بعد ماكو. يعني مثلا لأنه تعني الشفافية وتوفير أقصى المعلومات للمواطن. الحكومة الإلكترونية هذه وسيلتها بمحاربة الفساد، إنها تتيح فرصة للمواطن لأن يطلع مثلا في الانتخابات الأخيرة اشتروا هذا جهاز العد والفرز الإلكتروني اللي كلفته بحدود 100 مليون دولار. أي وبالتالي يعني هي نفسها السلطة التشريعية تخلت عنه، قالت هذا يعني احنا لا نعجب بالسلطة، تدري السلطة هم تهوس. هذه الانتخابات بموجب هاي الآلية هي كانت الأقل تزويرا في كثير من المناطق. المناطق اللي أشرت عليها هي تمثلت بالخروج على هاي القاعدة، التزوير المكشوف، لأنه ينكشف هنا التزوير أكثر من غيره. بالمرات السابقة يسكت. هو شلون يصير مثلا انت بحزب وانا بحزب، انا بمنطقه وانت بمنطقه، يا اخ ازمر انا هاي منطقتي لا تجيب رقيب علي، وانت بمنطقتك انا ما ادز رقيب عليك. منا بدا الفساد، منا بدا الفساد. فانت ايش عندك بهذا الجو غير القضاء والقانون والاليات عمل المفوضيه؟ زي. هذه هي اللي راح نتعامل وياها، مو شيء اخر. ايه؟ انا راح ارجع اكمل معاك ونكمل معاك مشاهدينا، لكن بعد هذا الفاصل الأخير ابقوا معنا. ومرحبا بكم من جديد مشاهدينا الأكارم، وبضيف حلقتنا الكاتب والصحفي الأستاذ عامر بدر حسون. أستاذ عامر، يعني مع كل عملية تشكيل حكومة وانتخابات يعني جرت في السنوات السابقة، بالحقيقة تثار قصة المعارضة. يعني عمليا لا نجد حزب يعني أو قوة سياسية تروح للمعارضة، ليش؟ يبدو كأنها منفى يعني. لأنه فكرة الأحزاب فكرة الأحزاب هذه وفكرة الجمهور أيضا أنه السلطة هي الغنيمة. السلطة ليست فكرة خدمة عامة تخضع للرقابة. شنو العيب اللي ببرلماننا؟ برلماننا خالي من المعارضة، وحتى عندما تكون هناك معارضة هي من مجموعة متضررين. السيد مقتدى الصدر بسائرون وعد بالبداية أنه لو كان عاجز عن تشكيل حكومة سيلجأ للمعارضة. أنا أحتاج قوة بها 54 صوت مثل سيد مقتدى الصدر أن تكون هي كتلة معارضة تستقطب سنة وكرد وشيعة وتخلي الحكومة ضعيفة والمعارضة قوية، يعني تشبه حكومة الظل. بهالطريقة يستقيم العمل، بهالطريقة الفساد يضعف. لكن الكل ينظرون إلى فكرة الوصول للسلطة كأن الوصول للغنيمة. هاي كارثة راح تواجهنا. فأتمنى يعني أتمنى فاعلة خير قوة عندها 40 عندها 50 وتقول أنا يابا راح أصير معارضة وحلها. زين إيه؟ خلينا نشوف أبو حسن شلون يحلها وشي يقول أبو حسن من النجف. السلام عليكم أبو حسن، تسمعني؟ السلام عليكم. السلام عليكم. يبدو ان الاخ ابو حسن. السلام عليكم موجود. ابو حسن السلام عليكم. الو. للاسف صوت ابو حسن ما يوصلنا يعني. العموم انا اشكرك اخي ابو حسن يعني واعتذر من حضرتك.
أبو أحمد من ذي قار. أبو أحمد فضل. يبدو الحقيقة أننا فقدنا الاتصال بالأخ أبو أحمد من ذي قار. أرجع لك يعني يعني بعد قرارات المحكمة الاتحادية هل سنشهد تغييرات وشنو تأثيرها يعني هذا على مسار المفاوضات وهذه المفاهيم اللي تطرح؟ أي أنا متعود شوي أنظر للأشياء بصورة مجملة. التغييرات شفناها هالمرة بحدود 70% من الوجوه هي جديدة. التغييرات اللي شفناها إنه الصراع الطائفي اختفى. تحول إلى صراع داخل الطائفة الواحدة. هذا إني لازم باوع عليهم. هاي الأشياء الإيجابية. الأشياء السلبية إنه القوى اللي فازت هي قوى مسلحة. هذا شيء خطر علينا. ولا نعلق آماننا على شخص يحمل السلاح خارج السلطة. أكو كلام عندهم أنه يردون يسلمون، خلي نشجعهم، خلي نضغط كجمهور كثقافة كإعلام على هذه القوى كي تسارع بتسليم سلاحها للسلطة، لأنه بوجود هذا السلاح الفساد قائم مسلح يكون عندنا. فسادنا مسلح. راح نرجع على قضية السلاح، ولكن عندنا اتصال الآن من أثير فاروق من بغداد. أثير تفضل. السلام عليكم أستاذ أزمار. عليكم السلام. عيني السلام. تفضل. السلام عليكم وعلى ضيفك الكريم. شكرا. اهلا وسهلا يا مرحبا استاذ ازمر. بالنسبه لسؤالكم اذا مشاركه من عندي، انا اللي افهمه من الحكومه الابويه بكل سرور يعني. رحم الله عليك. يعني حكومه تحس بالام ابنائها كما الاب يحس بالام ابنائه. هاي النقطه الاولى. ولا يفرق بين الكبير والصغير والرجل والمرأة. هاي اثنين. وثلاثة. لا يزيد عبء يعني يعرف طاقات أبنائه، مو يزيد عبء كاهلهم. يعني كل فرد من أبنائه يعرف ها شنو قابلته، شنو احتياجاته، شنو إمكانيته، شنو يوفر له من وسائل راحة، شنو يأخذ منه، شنو يعطيه. هاي النقطة الثالثة. واللي فقدناه من 2003 لحد الآن ما إجانا أب للعراقيين. كل الإجانا هو أتفرق بين الأب ورجل الأم. إذا صح التعبير. أنت أبوك صدام حسين كان، عفوا أخي، كان صدام حسين أب يعني؟ لا مستحيل. كان صدام حسين يمثل صورة الأب؟ ما تقول لي من 2003 ما اجاني احد. طيب طيب خلي كمل وجهه نظره ونرجع. لان هو قدم صوره الحكومه الديمقراطيه وليس الحكومه الابويه. باختصار اثير نسمع تعليق اخير من فضلك. بالنسبه احنا مشكلتنا من بعد 2003 ولا مشكلتنا قبل 2003 كلام اخر. يعني حكم دكتاتوري، حكم شمولي. طيب. يختلف عنا من يبدا الديمقراطيه. اكيد اكو فرق بين الاثنين. زين شكرا أثير، أشكرك. الدكتور هاشم من الكوت، دكتور تفضل وباختصار نسمع رأيك من فضلك. يبدو فقدنا الاتصال. أبو أحمد من ذي قار عاود بينا الاتصال. أبو أحمد أبو أحمد ما تسمعني؟ طيب شكرا. ايضا فقدنا الاتصال. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا ابو احمد. اسمعني استاذ ما جاء اسمع. نعم ايه تفضل نسمعك استاذ. المشكله مو بالسلاح، المشكله الفساد بدا من 2003. ما علي بالسلاح الدوله، أتى سلاح ماكو سلاح. يعني السلاح السلاح مو مشكله برايك ابو احمد؟ المشكله عندنا الوزير من يخلونه مثل من الأكراد ويصير من المناطق الغربية. كل خط أحمر بعد ما أحد بس يقول له لا أنت فاسد طائفية، وإذا يقولون للأكراد أنت فاسد هذا يصير طائفية والجماعة نفس الشيء. فهي كان الخلل الصاير. طيب شكرا أبو أحمد.
أرجع لك على ما ذكر الأخ أثير وأيضا أبو أحمد. أبو أحمد يقول ماكو مشكلة بالسلاح، وأثير فاروق يقول يعني هو عنده وجهة نظر يعني أو تفسيره للإصطلاح، يقول يعني تراعي مصالح الناس. حقيقة أنا أصغيت إليه، هو قدم مواصفات الحكومة الديمقراطية كاملة وليست الحكومة الأبوية. قدم مواصفات الحكومة الديمقراطية، وأنا قلت هاي المشكلة عندنا بالتسميات. هو يريد حكومة، هاي المواصفات اللي قدمها وحدة هي عن حكومة ديمقراطية آدمية مع الأوادم، لكن يحب كلمة الأبوي. زين، فما عندي مشكلة وياه يعني، حتى لما جاب اسم صدام أنا شوية بس زين. أبو أحمد من ذي قال يقول المشكلة مو بالسلاح، الفساد دائما كان مسلح. أنا رجل الآن لا أستطيع أن أقوم بأي فساد، في حين لو كان عندي مجموعة مسلحين أقدر أقطع الشارع، أقدر أسرق من الدولة وما حد يقدر يحكي وياي. فرجاء لا تعتمد على السلاح، لأن السلاح اللي يحميك الآن باكر يهددك. السلاح الوحيد اللي يحميك هو سلاح الدولة. هاي مو بس بالعراق، العالم كله البشرية تطورت يوم اللي احتكرت الدولة العنف والسلاح بيدها. كل بلد موزع باستخدام العنف والسلاح هو بلد ماشي باتجاه الخراب. كل بلد يتركز السلاح بيد الدولة هو بلد عنده مكان بالمستقبل وطالعي له. بس عفوا شنو اللي يخليني أحكي هذا؟ يجوز أنا مؤيد السرايا السلام، ذاك مؤيد العصابة أهل الحق، هذا مؤيد البدر، ها؟ فيقول السلاح زين، ليش؟ لين سلاحه. المبدأ إنه السلاح سيء بيد الملائكة وبيد الشياطين، لأنه يحول الملائكة إلى شياطين بالنهاية. زين، حكيت عن السلاح والأخوة أيضا حكوا عن الفساد. أولوية أخرى يعني اليوم حتى القوى السياسية تقعد تضع يعني خطة للمرحلة القادمة، خصوصا احنا خلصنا من داعش يعني، وهذه يعني بمساعدة التحالف الدولي. بالنسبة لي بالنسبة لي بعد السلاح عندي تغيير المناهج الدراسية وخصوصا الدينية، لأنها مفرخة لداعش سواء بكل الاتجاهات. التعليم اللي عندنا متخلف، وكل من اطلع على المناهج الدراسية من الابتدائية للجامعة يشوف كوارث لا علاقة لها. تعليمنا يقوم على التلقين وليس على التحليل والتفكير. أنا أشكرك جدا الأستاذ عامر بدر حسون. شكراً. الكاتب والصحفي. شكراً جزيلاً لك، والشكر موصول لكم مشاهدينا. ملتقانا معكم الأسبوع المقبل، مع السلامة.